حياكم الله إذا كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. دعت لجنة النفط والطاقة النيابية إلى تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات العالمية العاملة في مجال المصافي الاستثمارية. وقالت اللجنة إن هنالك خللا في المصافي الحكومية تتمثل بقدمها وعدم القدرة على إنتاج البنزين المحسن وقلة الإنتاج وعدم تغطية الحاجة الفعلية، مشيرة إلى حاجتها لأدوات جديدة. وأضافت اللجنة أن المصافي الأهلية تحتاج إلى تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات العالمية لإقامة المشاريع الرصينة داخل العراق. انتقد النائب عن محافظة ميسان علي سعدون اللامي مشاريع الاستثمار في المحافظات الجنوبية معتبرا أنها ليست بالمستوى المطلوب. وقال النائب اللامي إن الاستثمار في المحافظات الجنوبية ليس بالمستوى المطلوب وإن هنالك عددا من الإجراءات الواجب اتخاذها لوضع هذا الملف على الطريق الصحيح على حد تعبيره. وأضاف النائب اللامي أنه من الضروري إيجاد أرضية مناسبة من خلال دعوة الشركات العالمية للاستثمار في مناطق الجنوب، مؤكدا على أهمية إعادة النظر بقانون الاستثمار باعتباره لا يحقق متطلبات تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين إلى البلاد. قال البنك المركزي العراقي إن هناك إمكانية لفتح قنوات جديدة للتحويل الخارجي من الدولار ورفع نسبة تنفيذ الحوالات اليومية. ويقول خبراء اقتصاديون إن الدينار يعاني من تذبذب مستمر وانخفاض في قيمته أمام العملات الأجنبية دون أي حلول تضع حداً لهذا الانخفاض الذي تسبب بالتضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار. وباع البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار وخمسين مليون دولار منخفضاً بنسبة 0.33% عما سجل في الأسبوع الذي سبقه. وكانت أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي في يوم الخميس حيث بلغت أكثر من 227 مليون دولار، كما ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 82% مقارنة بالمبيعات النقدية. وفي خبرنا الأخير، توقعت مديرية زراعة بابل ارتفاع أسعار السمك إلى الضعف والنصف اعتباراً من الشهر المقبل بسبب قرار لوزارة الموارد المائية. وأوضحت المديرية أن وزارة الموارد المائية لم تسمح بتربية الأسماك على المبازل ولا على الآبار بعد مرور البلاد بأزمة مائية، وأن موعد ما يعني وأن أسعار أو ما يعني أن أسعار الأسماك ستتضاعف بتطبيق قانون الموارد المائية بمنع بحيرات المياه المالحة وردم البحيرات الطينية هو الأول من شهر تموز المقبل، وهذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك وتضاعفها ووصول سعر الكيلو الواحد منها إلى 25 ألف دينار. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.